الذكاء الصناعي من الخوارزمي إلى تشات جي بي تي. ظهر للعلن مؤخرا وأبهر العالم بذكائه الهائل، واعتقد البشر أنه وليد اللحظة، إلا أن الذكاء الاصطناعي كان موجودا منذ وقت طويل. في هذا الفيديو سنتعرف على تاريخ الذكاء الاصطناعي. الخوارزمي أبو الذكاء الاصطناعي. أسس العالم المسلم محمد موسى الخوارزمي الذكاء الصناعي في بداية القرن التاسع الميلادي، بعد تقديمه تقنيات حسابية مبتكرة في مجال حل المعادلات الرياضية والتي تعرف اليوم بالخوارزميات. الفترة من عام 1900 إلى 1950 تعتبر فجر الذكاء الاصطناعي الحديث، حيث ظهرت في عام 1914 تقنية الشطرنجي من قبل المهندس الإسباني ليوناردو توريس. ثم قام الباحثان والتر بيس ووارن ماكلوخ في عام 1948 بعمل نموذج لخلية عصبية رياضية حاسوبية بسيطة. وفي 1950 نشرت رسالة بحثية أولية حول دقة أنظمة الذكاء الاصطناعي بواسطة العالم البريطاني آلان تورينغ. وفي 1956 تم ابتكار مصطلح الذكاء الاصطناعي، وظهر لأول مرة في مقترح دراسة قدمه جون ماركثي وآخرون. في الفترة من عام 1950 إلى 2000 ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي. وفي عام 1966 تم بناء أول روبوت يدعى شاكي من قبل معهد أبحاث ستانفورد، وكان أول روبوت ذكي يملك نظام رؤية ويتحكم به عن طريق حاسوب ضخم بحجم غرفة يستطيع صناعة قراراته حول كيفية التصرف. في عام 1997 قامت شركة IBM ببناء نظام لعب شطرنج ديبيبلو الذي فاز بمباراة كاملة ضد بطل العالم في الشطرنج حينها الأسطورة الروسي كاسباروف. من العام 2001 إلى العام 2010 تطورت التكنولوجيا بشكل متسارع. ظهرت أجهزة مثل آيباد وسوني التي استبدلت العديد من الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى وجود ويكيبيديا. ظهرت الروبوتات مثل الروبوت الكوري إيسيمو. وفي عام 2006 تم نشر ورقة بحثية من مركز تورينغ حول قراءة الآلة. وفي عام 2008 أصدرت جوجل نظام أيزو للتعرف على الكلام، ووصلت دقته إلى نحو 82%. وفي العام 2009 أجرت جوجل اختبارا لسيارة ذاتية القيادة. تطورت أنظمة التعرف البصري بشكل كبير، ووصلت دقتها إلى نحو 82%. تم إجراء تجارب ناجحة لنظام الذكاء الصناعي في مجال الألعاب. من العام 2010 إلى عام 2023 ظهرت تطبيقات كثيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وكان أهمها نسخة مطورة من تشات جي بي تي، برنامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي من شركة أوبن آي الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2022، ولاقى رواجا واسعا وتم تحديثه للنسخة تشات جي بي تي 4 وهي في مقدمة التطبيقات الحالية. برأيك كيف سيغير الذكاء الاصطناعي العالم مستقبلاً؟